مفيش في غزة مكان آمن، ده مش كلامي، ده كلام الأمم المتحدة وكتير طبعا من المنظمات الحقوقية الدولية، وده اللي خلى أي حد نايم في قطاع غزة سواء كان نايم في بيته أو حتى في مدرسة أو مستشفى يبقى طبعا متوقع أنه يتم قصفه من قوات الاحتلال في أي لحظة. وده برضو اللي خلى واحد من أهالي غزة وهو اسمه نضال الغرابلي يحضن ابنه وهو نايم عشان لو طيران الاحتلال قصفهم يموتوا وهم في حضن بعض. صحيح نضال كان بيتكلم بنوع من السخرية في الفيديو اللي حقق ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن السخرية دي بتعبر عن واقع أليم بيعيشه كل أهلنا في قطاع غزة. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. نضال، ليش بتطلع قاعدة الولد ونايم هيك؟ عشان لو قصفونا اللي بيصير علي بيصير علي. طب وأنا؟ ليش أنت؟ طب أنا ليش مش حاطيني جنبكم يعني؟ هذا ما عنديش غير الدنيا كلها. الدنيا كلها. الله يحميكم يا رب. إذا أنت يا بدك إذا خايفة على حالك تعالي عم بطينا ونعمة. الله يحميكم يا رب. إن شاء الله تخلص الحرب على خير. لا فاقدين ولا مفقودين يا رب.